السلام عليكم مشاهدينا الكرام. النهاردة هنتكلم عن المنظفات والمطهرات وطرق تصنيعها وإزاي نستخدمها بطريقة آمنة وصحيحة وإزاي نعرف المغشوش منها من صالح الاستخدام، فتابعونا. الأول هنتكلم عن المنظفات اللي بيتم تصنيعها في مصانع غير مرخصة. المصانع دي بتعتمد على مواد كيميائية مغشوشة وبيتم استخدام مواد خام محظورة علشان يحققوا منها أعلى ربح، زي صناعة الصابون السائل اللي هي بتعتمد في أساس صناعتها على تعادل بيتم بين مادة السيلوفونيك الحمضية ومادة الصودا الكاوية أو السيليكات القلوية. وإن السيلوفونيك نوعين، في منه العادي وفي منه الغازي. العادي بيبقى شفاف ونقي وبيدي ثقل في الصابون السائل، لكن الغازي غير نقي بس بيدي ثقل. وإن المصانع اللي هي غير مرخصة بتخلط المادتين دول مع بعض من غير حساب بقى التركيبات الكيميائية أو تفاعلاتها. وحصل إيه؟ ده يد 2 كب ألف 4. يعني إيه؟ يعني حامض الكبريتيك. بيتك دي مية نار. ما أنا عارف. أمال أنا ماسكها بالكلينكس. الحمد لله. يضيفوا مواد كيميائية لزيادة الرغوة من غير ما يهتموا لخطورة المواد دي في إضافتها أو ملائمتها كيميائيا زي التكسابون وغيرها من المواد. للأسف مش هنعرف نفرق بين الصابون السائل المغشوش ده من الغير مغشوش إلا إذا اشتريناه من مصدر موثوق فيه، أو لو الصابون اللي انت بتستخدمه ده عمل لك حساسية أو احمرار أو حرقان في الجلد فلازم تغير المصدر اللي انت بتشتري منه فورا. تاني حاجة هنتكلم عن الكلور، لأن الكلور بيعتبر من المواد اللي بتساعد بشكل كبير في القضاء على البكتيريا والميكروبات، وبتعتبر من أهم مواد التعقيم على مدار اليوم. من المعروف إن الكلور بيعتبر من أهم العناصر اللي بيتم استخدامها في تعقيم مياه الشرب وبتستخدم في تطهير حمامات السباحة. وبالرغم من إن الكلور أصبح واحد من أهم أدوات النظافة في كل بيت، إلا إنه بيحتوي على مخاطر صحية اللي إحنا طبعاً ما ينفعش نهملها، لأن الكلور من المواد اللي بتضر بصحة الجهاز التنفسي لو إحنا استنشقناه عن قرب، وكمان ممكن يعمل أزمة في الرئتين وصعوبة في التنفس. وطبعا ما ينفعش نتعامل مع الكلور بشكل مباشر علشان ما يتسببش بتهيج الجلد والعين، وكمان ممكن يتسبب في وجود أثار حروق على البشرة. والكلور بالذات ما ينفعش نضيف عليه أي مواد حمضية لأنه بينتج عنه الكلور السام اللي هو بيسبب اختناق. وكمان ما ينفعش نجيب كلور ونخففه ونعقم بيه ونحطه في إزازة مية ونحطه كام يوم وكل يوم ناخد منه شوية. لازم نعرف ان الكلور ليه خصائص عشان يفضل فعال، وما نفضلش نعقم وهو اصلا فعاليته انتهت لانه بطبيعته غير مستقر. وكمان الكلور حساس للضوء، يعني موضوع الإزازة الشفافة مش هينفع، لازم تكون الإزازة معتمل الضوء. من الأفضل إن احنا نحضر الكلور في بخاخة وبلاش حاجة مفتوحة لأنه بيتطاير، ويكون معانا قماشة نظيفة ويكون التنظيف في اتجاه واحد. آخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي الكحول، واللي هو موجود منه نوعين، الكحول الإيثيلي والكحول الميثيلي. مبدئيا كده الكحول الإيثيلي هو اللي بيسمح باستخدامه أداميا وبيستخدم دائما بالتركيز 70% في تعقيم الأيدي علشان نقضي على الفطريات والبكتيريا والفيروسات اللي موجودة على الأيدي. والكحول الميثيلي لا يسمح باستخدامه أداميا علشان هو سم وبيسبب سرطانات الجلد وريحته بتأثر على أجهزة الجسم. الكحول الإيثيلي بيتم تصنيعه من تخمر العنب وقصب السكر والتفاح، أما الكحول الميثيلي بيتم تصنيعه من احتراق الخشب بعملية الإتلاف التقطيري للخشب. والكحول الإيثيلي بيبقى بطيء التطاير علشان كده بيستخدموه في صناعة العطور، أما الكحول الميثيلي وده بيبقى سريع التطاير. بس ازاي اعرف الكحول الإيثيلي اللي انا اشتريته ده مغشوش ولا لا؟ هنجيب كمية صغيرة من الكحول ونقوم بإشعالها. لو ادى معايا لهب برتقالي فده بيدل على ان الكحول ده غير مغشوش، لكن في حالة لو ادى معايا لهب شفاف فده بيكون مغشوش. وبكده هنكون خلصنا موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وقول لنا رأيك في التعليقات واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.